خارج مقر المحاكمة أعلنت وزارة الصحة إصابة 53 شخصا في الاشتباكات التي وقعت صباح اليوم بين مؤيدين ومعارضين لمحاكمة مبارك أمام مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة. وأكد دكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة لشؤون الفنية والسياسية أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، مشيرا إلى أنه تم إسعاف 48 مصابا في موقع الأحداث، فضلا عن نقل 5 آخرين إلى مستشفى البنك الأهلي بالتجمع الخامس لتلقي العلاج اللازم. Thank you.